فقه الائتلاف والتكامل بين المسلمين. في حبهم لربهم ولنبيهم، كل يقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم على ثغر فيما أقامه الله عز وجل لخدمة الدين ولنصرة الدين. الأصول ثابتة والثوابت مرتكزة، ولكن الوسائل قد تكون متباينة. تتباين هذه الوسائل حتى تتكامل، وتتنوع هذه الوسائل حتى تغني وتثري هذا العمل العظيم علينا به، خدمة الدين ونصرة الدين وإقامة الدين في الأرض إلى قيام الساعة. لذلك نحن الآن سنبدأ في الحديث عن فقه الائتلاف. هذا ما يعني صححه شيخنا شيخ أحمد. الائتلاف، والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنا أرى في قراءة البزي مولانا في المد هذا دليل على أهمية ماذا؟ عدم الفرقة ولا تفرقوا، كأن فيها ماذا؟ تغليظ وتشديد ومد على أن هذه الأمة ينبغي أن يكون فكرها الاجتماعية. وبلا طويل في هذا، فنبدأ إن شاء الله مع الشيخ عبد الكريم يبين لنا في هذه في مقدمة حول اختلاف وجهات النظر أو الوسائل فيما عند من يجتهد ويعمل لدين الله عز وجل، ثم بعد ذلك كيف ينبغي أن يكون الائتلاف. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. شوف ما جمل الدعاء، لأن المعلومات كتار، بس إيش اللي بيدفعك من المعلوم من المعلومات هو مطلوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا للدين يا رب العالمين. خليني باختصار اطرح الإشكالية اللي موجودة عند كثير من الشباب الملتزم ابن المسجد اليوم، وبعد ما اطرح هاي الإشكالية بدنا نحاول نفندها باختصار بأربع نقاط سريعة. النقطة الأولى، طبعا الإشكالية هلا حكيها، هي متعلقة بالحركات الإسلامية. حنتكلم أول شيء عن سبب نشأة الحركات الإسلامية، وهل هي مذمومة بالإطلاق أم ممدوحة بالإطلاق؟ هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، انقسام الناس في التعامل مع الحركات الإسلامية إلى ثلاث أقسام. قسمين عند الغلو، قسم متوسط. حنتكلم عن الغلو، شو سببه وشو نتائجه وشو علاماته، وأمثل عنه. والغلو الثاني، أسبابه ونتائجه وعلاماته ونماذج عنه، والتوسط اللي لازم يكون عليه شباب كبير. هول أربع نقاط فقط حنتكلم عنهم على وجهها. وإذا تلاقي شيخ إنه كلهم خلصوا ونتكلم الشيخ ونوصل لأي مناسبة قول بسم الله. أيوة، أعرف فكرتك متكاملة، ثم الشيخ ثم نترك المجال للتكامل. أولاً يا محبة في الله، خلينا نأصل المسألة، لأنه أي مسألة بدك تحكم على فرع فيها لابد أن ترجع إلى أصلها. ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في كثير من الآيات، واحدة منها التي فتح فيها الشيخ جزاه الله تعالى خيراً المجلس، وغيرها الكثير من الآيات والكثير من الأحاديث والكثير من كلام السلف
والكثير من الأدلة التي يضيق الوقت بذكرها، ولا أظن أن أحدا من الناس أو من المسلمين أو من الملتزمين عنده شك في هذا، لكن أحيانا النفس البشرية والشيطان ينسي هذا الأمر، وهو فضيلة العمل الجماعي. لذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني رأيت عيينة من ماء عذبة، أفأعتزل الناس؟ عيينة من ماء عذبة. شو هو جاي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل؟ ليش يعمل معاصي؟ ليه بده يعتزل؟ قال: بدي اعتزل حتى أعبد وصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابه مباشرة: لا لا لا، ممنوع الاعتزال، لا تفعل. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن أصل عند الشاب الملتزم، ما عم بتكلم هلأ عن إنشاء الإرادة عندك والهمة والاستعدادية لخدمة الدين، لا، هذا في أماكن أخرى سمعته كتير. هلأ عم بقول لك كيف التطبيق العملي يا صاحب الهمة والإرادة والعزيمة. تحركت عندك الهمة بهالمجلس وقلت أنا بدي أخدم الدين وبدي أترك لي بصمة. طب التطبيق العملي فبيجي عندك في عمل جماعي وعمل فردي، فإجت أفكار وشبهات حول العمل الجماعي. هلأ بنقول شو هي بعد شوي، فرحت العمل الفردي. فإذا أنت لازم تعرف إنه الأصل الذي قام عليه الإسلام كتاب وسنة وهدي سلف الأمة، يقوم كل هؤلاء على مبدأ اسمه العمل الجماعي. ويكفيك قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. أمر الثاني أخواني في الله، وهذا يعني سبب الجهل به، هو عدم قراءة التاريخ. الخلافة الإسلامية المباركة كانت تغنينا عن كثير من الحركات الإسلامية الآن، ولكن بسبب سقوط الخلافة وعدم وجودها نشأت، واللي بيرجع ونحن حنحكي شوي هيك لو سمينا بالتفصيل بكل صدر رحب الأمور، لابد شبهة بالنهاية، شبهات لابد أن نستأصلها وأن نتمكن منها. أغلب الحركات الإسلامية العاملة التي كتب الله له القبول في العالم الإسلامي أغلبها نشأتها قبيل أو عند أو بعد سقوط الخلافة الإسلامية. إذن الله جل جلاله لا يترك الأمة بلا مجددين وبلا عاملين، لكن الخلافة الإسلامية حاضنة تحضن الجميع. عند غياب الحاضنة لا بد للبعض أن يقوم ويجتهد على ثغر من الثغور. تخيل مع الإسلام مثل الطاولة، وهذه الطاولة إلى حجم كبير وقدر كبير ووزن كبير، ما حدا بنفسه بيقدر يحملها إلا الخلافة. بس بسبب عدم وجود الخلافة ينبري أشخاص غيارة على الدين فيقوموا بتغطية ثغر من الثغور، فهذا يغطي ثغرا وهذا ثغرا وهذا ثغر وهذا ثغر، فتقوم الأمة بذلك إلى أن يتعاونوا، فيهيئ الله تعالى للأمة الخلافة الراشدة. لأجل ذلك كانت الحركات الإسلامية أقسام الناس الشباب، خاصة الآن اعذروني أو سابقا ولكن هذا يتجدد مع مرور الأجيال بالتعامل مع الحركات الإسلامية. الناس ثلاث أقسام، الشباب ثلاث أقسام. القسم الأول عنده غلو بالنبذ والرد. شو يعني بالنبذ والرد؟ إذا بتقول له كلمة حركة إسلامية، جماعة، مش الجماعة الإسلامية من الإخوان، لا، جماعة يعني مجموعة تآلفوا واتفقوا على أصول معينة ليغطوا ثغرا من الثغور، حركة إسلامية، جماعة إسلامية، إلى غير ذلك من مسميات، بيصيبوا مباشرة كهرباء تحت مسمى اسمه لعن الله الأحزاب، ويستدل بآيات وأحاديث أنا منفصل فيها بالأسباب ليقوي رأيه بأن هذا كله ليس من الدين. القسم الثاني إذا بتروح بالمقابل، في عندي غلو بالتعصب. هنالك أناس يقومون بعمل إسلامي مع حركات إسلامية فعنده تعصب. شو يعني التعصب وكيف نمازجه؟ هلأ حنشوف شو صور تعصبه. الذي يرى الحق معه فقط ولا يرى الحق مع أحد. طيب المتوسط، هذا الذي نريد من الجميع أن يكون عليه، كيف بده يكون؟ شو صفاته؟ خلينا نأخذ النوع الأول اللي هو عنده الغلو بالنبذ والرد، اللي مباشرة أي كلمة بيسمعها عن عمل جماعي إسلامي مؤصل ومرتب ومنظم وله أطر، فمباشرة أقول لك أنا ما بستطيع أتحمل هذا. حجته بذلك
التحزب ليس من الدين. خلينا نشوف كلمة حزب جاءت في القرآن مذمومة ولا ممدوحة؟ ممدوحة. باثنين. واللي بده يقول لي ممدوحة بس بقول له لا عم تاخذ انت جانب، واللي بده يقول لي مذموم بقول له لا عم تاخذ جانب. رد جل جلاله مدح الذين يقومون بخدمة الإسلام وسموه حزب، ومدح الذين يسيئون للإسلام مجتمعين وسموه حزب، حزب الله وحزب الشيطان. والنماذج والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة. فإذا إطلاق أن التحزب ليس من الدين هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. التحزب والاجتماعية للإساءة للدين أو بصور وصفات معينة حنتكلم عنها بالنوع الثاني من الغلو، هذا المنبوذ والممنوع. بالمقابل حجتهم يستخدمون الآيات والأدلة التي تتكلم عن منع التحزب وإسقاطها على الواقع الحالي، وهذا اسمه تدليس، لأن الذي يرى دليلاً ولا يرى الآخر يأخذ بدليل ولا يرى الآخر، هذا يدلس أو جاهل بإجمال الأدلة. شو الأسباب اللي بتولد عنا مجموعة من الشباب تنبذ أي عمل إسلامي؟ السبب الأول الجهل بالأدلة، لأنه لم يحط بالأدلة، لم يحط بكلام الفقهاء، بكلام العلماء، بكلام المفسرين، لم يقرأ قراءة كافية، لم يرجع للأدلة رجوع كافي. هذا الانتقاء من الأدلة هو الذي سبب له هذا الشعور. السبب الثاني إسقاط أخطاء البعض على الباقي، يأتي ليقيم حركة إسلامية من أخطاء بعض أفرادها، كالذي يأتي ليقول لك لا أريد أن أصلي، تسأله عن السبب يقول لك سرقني مصلي وكذب علي مصلي وأكل مالي مصلي، تقول له شو خص المصلين بهذا، هذا فعل الفرد. فالتعميم هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل، حاسب المخطئ بخطائه، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا رؤية الأخطاء عند العاملين في الحركات الإسلامية وتعميمها هو الذي يسبب هذا المرض. وهذا بخلينا ننتقل لشيء ثالث اسمه تصور الجماعات والأفراد بلا أخطاء. تكلم الشيخ شعبان جزاه الله تعالى خيرا أنه لا كمال بعد الكمال لله عز وجل ثم الكمال للأنبياء، ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى آخر رجل في الأمة، ولو كانوا علماء ولو كانوا فقهاء ولو كانوا من كانوا عندهم أخطاء. تصور أعمال إسلامية أفراد حركات إسلامية بغير أخطاء، هذا أصلاً هاي التصور هي مشكلة في التعايش مع الناس عموماً، حتى اللي عايش مع مرته الذي يتخيل أن المرأة بلا أخطاء أغلب المشاكل من تخيل المرأة بلا أخطاء، وأغلب مشاكل المرأة مع زوجها بس تخيل زوجها بلا أخطاء، وأغلب مشاكل الموظفين مع رب العمل ورب العمل مع الموظفين بس تخيل بعضهم بدون أخطاء، والجار مع جار. وقس على ذلك أنت تتعامل مع أناس يخطئون، طبعا تفنيد الأخطاء وأنواعها وتكرارها أمر آخر، لكن التصور زي اللي رايح الحج شيخ بالحج شفت مصايب وشفت الناس عم تعمل، أنت شو متصور الحج؟ أنا متصور الحج هاي المنشفة البيضة، فبدي شوف صورة بيضاء لا غبار عليها، هذا خطأ. السبب الرابع الحكم على الجماعة بأن عليها أن تقيم الدين كاملا. طب أنتوا قائمين بأشياء وتركين أشياء، هذا سببه الجهل بفقه التخصصات. أنت ليش ترك هالجانب؟ يعني أنا إنسان يا شيخ، أنت بالإدارة بالمدرسة كيف تقييم الطلاب عندك؟ واحد قوي بمادة، واحد قوي بمادة، واحد قوي بمادة، واحد الله تعالى عطاه بالتحليل، واحد ربنا عطاه بالحفظ، واحد ربنا عطاه بالكتابة. إحنا الأمة قائمة على تخصصات. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله هو الذي علمنا منهج التخصصات. أبو هريرة رضي الله عنه مثل خالد الوليد، أبو هريرة بالحفظ وين؟ بس أنت ولا حد حديث، بس بالمعركة والجهاد وين أبو هريرة؟ الله أعلم أي صف. بس خالد بن الوليد ما فيش عنده قدرات للحفظ، توفي رضي الله تعالى عنه شهيدا بإذن الله تعالى، وما حافظ إلا شيء بسيط من القرآن الكريم، بس بعد
بمؤتة 3000 مسلم 200,000 مشرك. 200,000 شو 200,000؟ يعني فوق 70 مرة أضعافهم. وبعد ما مات كثير من المسلمين وسقط 3 قادة بياخد سيدنا خالد الجيش بيحول الهزيمة لنصر. ما لوش كم سنة في الإسلام، تخصصات تنوع. الحكم على عاملين للإسلام إنه أنتوا أيمين بشيء وتركين أشياء، يعني أنا مين قال لك إنه أنا أستطيع أن أقوم بكل شيء؟ هذا من الأسباب الذي يجعلنا نحكم سلبا على الحركة الإسلامية. النتائج، هذا الفكر شو بولد عندنا شباب؟ بولد عندنا شباب متربصة على وسائل التواصل وفي المساجد عم بتراقب عيوب العاملين للإسلام. شو كمان؟ بصير يجلسوا مع بعضهم ويتكلموا فيقعوا بالغيبة والنميمة، والذي يريد أن يتحرك يثبطه فيقول له أنت شو شفتك عم تعمل كذا، شو الوضع؟ قل والله حقيقة الله تعالى أكرمني ونشأ عندي هيك همة وغيرة بدي أتحرك للدين، فشفت الإخوة في المسجد فقلت بدي أعمل كذا وكذا، قالوا لك إني لك ناصح أمين. هذه التحزبات ليست من الدين فدعها لنا. بعد شو بتلاقي الشاب خير شو مالك ليش؟ والله شيخ جزاك الله خير، جزاكم الله خير، ولكن لله تركتنا. تكلم بالعموم. فلذلك مراقبته للعيوب رقم 2، بصير عنده تثبيط للشباب والهموم والهمم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. رقم 3، أنشأ لي شيء جديد اسمه جماعة المنفردين، جماعة المنعزلين، زي ما تكلم الشيخ الله يجزيه خير. يعني سبحان الله في ترابط قوي بين محاضرة الصباح وبين هذه المحاضرة. بينشأ عندنا مجموعة جديدة من الشباب لا تؤمن بأحد، لا تحب أحد، لا تحب التحرك مع أحد. شيخ اليوتيوب وشيخ الفيسبوك وشيخ وسائل التواصل والجوجل لا ليست مستعدة أن تتحرك مع أحد ولا مستعدة أن تترك أحد يتحرك. وبالمقابل حينشأ عندنا شباب قاعدة عن خدمة الدين في عدم إنتاجية. بالمقابل بالشق الآخر بيطلع عندي مجموعة من العاملين للإسلام عندهم غلو في الحركة الإسلامية التي يقومون بها. وهذا الغلو على أقسام، في عنده غلو بالأفراد وفي عنده غلو بالجماعات. والغلو بالأفراد على قسمين، غلو بالمذهب اللي معتقدينه معتمدينه وغلو بالمشايخ. والغلو بالمذهب على قسمين، غلو عقدي وغلو فقهي. طبعا الأمثلة يعني كثيرة بس عشان ما أخذ كثير من وقت الشيخ أحمد، ولكن على سبيل المثال وتعلمون يعني اللي بيقرأ في التاريخ وبيقرأ في الأزمنة الماضية نعلم كم نشب من خلافات بين أصحاب المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي على سبيل المثال. حتى في المسجد الأموي كم محراب فيه؟ 4 محاريب، لكل مذهب محراب، وسالت الدماء بين 2 أصحاب مذاهب. فإذا في شيء اسمه تعصب مذهبي. طبعا هذا لا يعني أنه لا ينبغي لك كطالب علم أن تدرس مذهبا فقهيا حتى تتدرج في طلب العلم ويكون عندك منهجية، لكن هذه الدراسة للمذهب المعين لا تعني أنك تتعصب له فترى كل من يحمل مذهبا آخر بين الجنة والنار. نفس الأمر اللي عنده تعصب للمذهب العقدي، غلو بقسمين. تكلمنا عن الفقه والعقدي، نرجع للغلو بالأفراد، غلو بالمشايخ. على صعيد أئمة مساجد لابد أن يكون لك إمام، ولابد أن يكون لك شيخ تتربى عليه، ولابد أن يكون لك من تأخذ منه وتستنصحه وتستشيره وتسأله وتسمع منه، هذا كله مطلوب. لكن هذا لا يعني أنه هو الإنسان الذي لا يخطئ أبداً وأنه الحق الذي ليس عنده أي خطأ. وبالمقابل أئمة حركات، والله محمد الياس كان ذهلوي، والله محمد قطب، حسن البنا، محمد عبد الوهاب، إلى غير ذلك. كذلك تعصب أن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ليس عندهم أخطاء إلى غير ذلك. بس أنا هيك تضوي سريعة على نماذج. أنا ما مقصودي هون، مقصودي الأسباب والنتائج. شو الأسباب؟ الأسباب في هذا النوع من الغلو هو سوء التربية والتنشئة. هذا الشاب اللي إجا لعندك وأمنك على نفسه وروحه أنت كمربي أو كشيخ، فعندما علمته من الأساس علمته خطأ.
علمته أن الحق الواضح الذي لا ضلال فيه أبداً الوحيد والفريد فقط هو في هذا المنهج الذي أربيك عليه. لا، علم الولاء وعلم الانتماء وعلم التمسك وعدم الذوبان، لكن علمه أن هنالك الكثير من الأمة من يعمل للإسلام وهؤلاء مقبولون عند الله. عشانك من أجمل ما سمعت قول من قال: العاملون للإسلام على قسمين، مخطئ ومصيب. العاملون للإسلام كم قسم يا شيخ؟ من المقبول يا شيخ جمال؟ لا، المخلص منهما. المخلص، ولو مخطئ طبعا، المخلص منهما طبعا، مخطئ بين قوسين يعني بترتيبات وتفاصيل معينة. فإذا سوء التربية والتنشئة، لابد أن نعلم الشباب كما قلت ما بدعيد التأصل والتخصص والنجاح في تخصصك وما تتشرذم كتير، مع سلامة قلبك وحبك لكل العاملين للإسلام. فإذا من أسباب هذا الغلو سوء التربية والتنشئة. اثنين، الجهل وفقه التخصصات والثغور، وهذا تكلمت عنه في المقدمة، الذي يجهل أن الأمة فيها الكثير من الثغور والتخصصات، وبظل غياب الخلافة الإسلامية لا يستطيع فرد وحده أن يقيم وأن يستطيع أن يغطي كل الثغور. الجهل بهذا الجانب هو الذي يولد هذا النموذج من التعصب. طيب شو العلامات؟ كيف تعرف هذا الشاب عنده هذا الفكر؟ أو شو النتائج لهذا الغلو؟ عدم الاستفادة من الغيب بشيء. أنا يعني أقوم بخدمة الإسلام بالشق الدعوي، بالشق الذكر، بشق العلم، بشق الجمعيات الخيرية، بشق إلى غير ذلك. ما مستعد استفيد من غيري بشيء. أي نشاط بفيدني موجود عند غيري ما بروح عليه. ليه؟ تخيل أنه هذا مش مني. كيف؟ هذه من علامات هذا الفكر. أي شيء لأيه مباشرة مستعد، وهذا مطلوب، مستعد وحاضر، هذا ممتاز. بس لغيري لا، ما عندي استعداد، لأنه أنت مش فكرك مش مثل فكري. اثنين، كثرة الاستخفاف بالغير. إذا جلس وتكلم أمامه عن أحد فينتظر اللحظة ليقتنس وليذم وليبحث عن العيوب وليقول اسألني إلي وأنا بعرفهم وهول الجماعة كذا وكذا وكذا. وإذا بدك تزيد على ذلك يستخدم وسائل التواصل بالعامية، ينشر الغسيل وننشر غسيل بعضنا كمتحركين للإسلام، وهذا سببه كذلك تتبع العيوب ونشرها. طيب هول القسمين طبعا أنا عم بتكلم باختصار حتى نفتح مجال أن نحب نسمع منكم بعد ما يخلص الشيخ أحمد. حاول كل اللي عندي بعد ما يخلص الشيخ أحمد إن شاء الله نسمع منكم أسئلة واستفسارات، عسى الله تعالى أن ثبت هذه المعلومات عندنا. طيب المنهج اللي إحنا بدنا نمشي فيه، نحن كيف بدنا نمشي؟ مع مين؟ من أي نوع بدنا نكون؟ بالضمن متوسطين. شو صفات التوسط وعلامات التوسط؟ أولا عندهم فقه التعاون، واسم المحاضرة فقه الائتلاف. أتعاون مع إخواني. كيف يعني أتعاون مع إخواني؟ والله يا شيخ أحمد أنا في جانب ما عندي خبرة فيه كافية، وأراك أنك أنت عندك خبرة فيه كافية، وفي عندي شباب ما أقدر أدربهم بهذا المجال، ممكن نتعاون معكم؟ والشيخ أحمد يقول لي فلان أنا ما عندي قدرة بهذا الجانب، ممكن نتعاون معك؟ فأنا آخذ من إخواني ما أبدعوا فيه وما وفقوا إليه وما فتح الله عليهم به فأستفيد منه. ما عندي حاجب اسمه كل شيء من غيري أنا ما باخده أبدا، بل عندي استعداد للتعاون مع الجميع. هاي الصفة الأولى من صفات المتوسطين في هذا المنهج. الصفة الثانية المحبة. المحبة، كيف المحبة؟ من علامات المحبة إخواني بحركة غير الحركة اللي أنا فيها، نجحوا في مجال معين، اطلع مباشرة على قلبك، يفرح ولا بيزعل؟ إذا زعل يعني أنت مريض، وإذا فرح يعني أنت سليم القلب، لأن العبرة ليس بمن يرفع الراية، العبرة ترفع الراية. أي إنسان مسلم في كل بقاع الأرض خدم الإسلام في أي جانب من الجوانب أنا أفرح،
أنا أفرح من قلبي لأن الإسلام الذي يجمعني معه انتصر. فإذا محبة، ومن علامات المحبة التودد والتوادد واللقاء والزيارات والهدايا والتبشبش في وجهي وستر عيبه وذكر محاسنه في عدم وجوده، يعني في غيابه، مش كما قال الشاعر كم في سيارة سوداء لم ترى بس أسني يا زلمة اشتغل جاي تفهم في سيارة سوداء لم ترى طيب 4-4 ماشي أمرك سيارة سوداء لم ترى شاب تفتح طريق ما راح الأمر وين كنا احنا فالشاعر يقول أحمد الشهاب الرسل كم من أخ لك يلقاك عناقة أهلين أخي في الله وحبيبي بس دير وجهك أنت ويزعم أنه لا يطيق لك فراقه حب بمظهره شيطان بمخبره يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل هي مصيبة هذه كم من أخ لك يلقاك عناقة ما بيقبل يسلم سلام لا والله آخر عقبك ويزعم أنه لا يطيق لك فراقة حب بمظهره شيطان بمخبره نسأل الله السلامة يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل أسوأ ما تكون نسأل الله السلامة إن شاء الله لا يكون أحد منا هكذا أسوأ ما تكون بين العاملين اللي أخذوا ارجعوا خذوا ترجعوا فينا غيرك وتأخذوها إن شاء الله وهذا نوع من التعلم الذاتي اللي كتبوا بنهاية المجلس خذه منه جزاك الله خيرا أظن العبرة بالبيت يعني العبرة بالبيت وابحث أنت في النت عن من صاحب البيت والنماذج عن المحبة كثيرة الزيارات والدعاء وغير ذلك ومنها الدعاء والله أنا سمعت في إخواني لهم نشاط معين أنا من الإخلاص زي ما بقعد بدعي حتى ربنا ينجح النشاط اللي عندي أدعي لهم يا رب إخواني بكرة في عندهم نشاط معين بالمكان الفلاني يا رب يوفقهم يا رب عينهم للسنة هذا دليل هذا لا يعلمه إلا الله أنا بس عم بعطيك مفاتيح عشان تعرف حالك أنت وين إذا كان عندك دعاء لإخوانك أن يسددهم الله فاعلم أنك متعاون واعلم أنك لست من أصحاب الغلو هذا كله لا يعني أن تذوب بغيرك لا يعني أن تذوب بغيرك يعني وذروني أضرب مثال بس من الواقع إحنا فيه اليوم مسجد الفرقان الجميع يعرف أن هذا المسجد قائم على منهج اسمه منهج الدعوة والتبليغ منهج الدعوة والتبليغ له أصول وله ترتيبات وله أعمال خاصة هذه الترتيبات والأعمال ما منعته أن يتعاون مع إخوانه في الساحة الإسلامية من مدارس أخرى في مجال ليس من تخصصهم لكن التعاون مع الغير ما جعل المسجد يذوب يعني ما عادش في عنده أصول وما عادش في عنده أعمال ما راحت لا منهجه واضح وأصوله ثابتة لكن مع وضوح المنهج وثبات الأصول ما منعنا هذا أن نتعاون مع غيرنا فإذا أنا بدي اللي شغال بثغر الدعوة يضل بثغره ويتعاون مع غيره ما يذوب بغيره لأنه إذا دبت معاش حتنجح بشيء أنت ما فيك تكون حداد ونجار ولح ما فيك بس فيك يكون عندك معلومات عامة تعرف كيف تساوي شغلة ببيتك وتساوي الخشب وتساوي بس إذا في شيء معضلة بدي دق لا دعي يا فلان أنت متخصص بالكهرباء أنا بعرف بشوي بمجال الذكر ومجال العلم ومجال الكذب لكن تخصصي في هذا المجال لابد أن أبدع في هذا المجال هذا الثغر الذي وضعني الله جل جلاله فيه يجب أن أبدع فيه أخيرا طيب شيخ باختصار مع مين أنا بدي أشتغل مع من أعمل أولا ابحث عن نفسك قبل ما تشوف غيرك فتش أنت وين رب أعطاك أنت بشو الله أعطاك أعطاك بمجال الدعوة أعطاك بمجال القراءة والحفظ أعطاك بمجال الخدمة والغير وين أعطاك والأصل بكل هذه الأعمال أن تبدأ بقلبك لأنه أحيانا كثير من الأعمال الإسلامية ممكن نقوم فيها وأهملنا أنفسنا أولاً ابحث عن سلامة نفسك أنت مطالب على سبيل العموم
بخدمة الإسلام في الأمة عموماً، بس أنت مش موكل بحفظ الإسلام، الله تعالى وكلك بحفظ نفسك، لأنه لو الإسلام موكل بحفظ حفظك كان من زمان ضاع. زي ما قال لي واحد شيخ أنا خايف على الإسلام، شو بقول المشايخ؟ أنت خاف على نفسك، ما تخافيش على الإسلام، الإسلام ربنا اللي توكل بحفظه، أنت يجب أن تخاف على نفسك بس، ما تخاف على الإسلام. يعني أنا الآن بدي أبحث عن نفسي، بدي أبحث عن قلبي، ثم بعدما أجد قلبي ونفسي وروحي أبحث عن التخصص الذي ميزني الله تعالى به. اثنين، استشر استشر أكثر من الاستشارات واسمع. ثلاثة، استخر، وهو الاستشر واستخر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. اللي بيستشير بيستعير العقول، والذي يستخير يفتح الله جل جلاله عليه. نصائح عامة أخيرة أختم بها، لا تسمع عن أحد، اسمع منه. لا ترضى لأحد أن يكلمك عن أحد، عشان القاعدة بتقول لا تسمع عني اسمع مني. تعال أقول لك كذا، ما تقبل. النمام قل له أول كلمة أنت كذاب، مش أنا، الله سماك كذاب، رسول الله سماك كذاب. لا ترضى لأحد أن يكلمك عن عامل للإسلام، عندك شيء اجلس معه، أحسن الظن به، اسمع منه حتى يذهب ما في قلبك. ثانيا، عود ودرب نفسك ألا تنظر للعيوب، فالأمة كلها أخطاء وفيها أخطاء، لكن عود نفسك، وهذا منهج يا إخواني، اللي بيدرب نفسه مرة بعد مرة أنه معشي يشوف العيوب، والله ما أجمل وأنظف قلبه. وهذا المنهج مين بقول لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأكد المنهج؟ لا، حديث النبي هو عمل منهج له. لا يأتيني أحدكم ما لي أحد. هذه وصايا، بس هو شو سألت يا جهاد؟ قلت لا يأتيني أحدكم بشيء من أصحابي يخبره شيء. أحسنت، فتح الله عليك يا جهاد. ما بيقدر جهاد، لازم يكون له بصمات، ما في. لو جاي ثالث يوم، لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما أحلى، ما بدي حدا يحكي عن حدا، يعني ما بدي، أنا مش ناقص، أنا بشر ممكن أتضايق إذا سمعت، ما حدا يخبرني عن حدا شيء. لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وأخيرا، خذ ما صفى ودع ما كدر، والله تعالى أعلم. ما شاء الله، فتح الله لك وعليك. أنا إن شاء الله سأعمل بالوصية الثانية، لا تنظر إلى العيوب، ولكن بس خوفا من أن تنقل كلمة خطأ. صفا بألف طويلة مش بألف مقصورة. مش أنا اللي كذبت الشباب، مش أنا اللي كذبته، كذبوا الشباب. تبعون اللغة العربية عنده الحساسية. فتح الله عليك، جزاك الله خيرا شيخ عبد الكريم، أكرمك الله. ليست العبرة بمن يرفع الراية، ولكن العبرة أن ترفع الراية. والعمل الجماعي أصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله مع الجماعة. وأن يتصور الإنسان أن أي عمل جماعي بلا أخطاء فهذا خطأ بعينه. والإنسان الذي يجتهد في هذه الحياة مع أي حركة لخدمة الدين، إنما ينبغي أن يلحظ قلبه وأن يلحظ نفسه أولا وأخيرا، لأن هذا الدين محفوظ، والله عز وجل حفظ هذا الدين، ولكن نحن نتحرك مع رحى الدين حتى نحفظ أنفسنا وحتى تختم لنا بخاتمة السعادة. فقه الائتلاف في هذه الأعمال والتكامل، وكيف نستطيع أن نحقق هذا الأمر مع الفلسفة الرباعية لمولانا مولانا الشيخ أحمد عمورة يبينها لنا. تفضل. أكرمكم الله دكتور زهري، شيخ عبد الكريم،
هذا ما شاء الله هذا الجمع الوجوه النيرة من كل المناطق أكرمكم الله. أنا سأنطلق من قول الله سبحانه وتعالى الذي تلاه شيخنا دكتور خليل في شطر آية في قول الله سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم. أول الأمر هي هذه المضغة الطيبة المضغة الصالحة التي إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. هذه المضغة التي لها من أعمال القلوب أولا التوحيد والإخلاص والمحبة لله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء والتوكل واليقين كما في اسم دورتنا هذه والتقوى والعشرات من أعمال القلوب التي كتب عنها وشرحها الأئمة الأعلام شرحوها بأعمالهم ونياتهم قبل أعمال بنياتهم وأعمالهم قبل أقوالهم ثم صاغوها أقوالا خالدة تتشاركها الأمة جيلا بعد جيل. عباد الله سبحان الله العظيم نحن يعني ينتشر أو يشيع عندنا تبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل والحقيقة نغفل عن أمرين قبل العلم. قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعدين تجي ويعلم. يعني صح العلم قبل القول والعمل بس في شغلتين قبل العلم تلاوة الوحي والتزكية. تلاوة الوحي الوحي بمثابة الروح التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها هذه المضغة الصالحة والتزكية بمثابة الوضوء الذي يتطهر به هذا القلب. فإذا كان القلب حيا بالوحي طاهرا بالتزكية كان قابلا للعلم النافع ومثمرا للعمل الصالح. ما شاء الله هذا أصل الأصول. وإذا أقبلنا على الله سبحانه وتعالى بقلوبنا واعتصمنا بحبل الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي أنزله بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى في الوحي أنزل تعاليم ولم يكتف فقط ببيان الهدى وهذه التعاليم بل أقام لنا قدوة حسنة تجسد هذه التعاليم في صورة إنسان هو الإنسان الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم الذي حفظ الله سبحانه وتعالى لنا رسالته التي بعث فيها بالوحي وحفظ لنا سنته الشارحة والمبينة وحفظ لنا سيرته صلى الله عليه وآله وسلم كما لم تحفظ لإنسان في هذا العالم. وفي معالجة يعني التكامل كما ذكر أخي شيخ عبد الكريم والدكتور خليل بين العاملين للإسلام يا أخواننا إذا ما في تآلف قلوب أولا وإذا ما في أعمال حقيقية ثانيا ميدانية كان أخونا الدكتور نواف تكروري رئيس رابطة العلماء في فلسطين في الخارج كان ينصح المشايخ ويقول يا مشايخ لا تغلبوا حالكم على المنابر وتعطوا دروس وتعطوا خطب لوحدة المسلمين إذا ما شافوا المسلمين المشايخ متوحدين ومتعاونين ما حيتوحد. هذا التطبيق العملي الميداني اللي كان في هذه الدورات وفي دورة من كم يوم كانت أيضا في الشمال ومجالس النور ومجالس النور ومقارئ العلمية والملتقيات الشبابية وهيئة علماء المسلمين واتحاد يعني التعاون طلاب في الـ في الـ في الأندية في الجامعات في الإنسايت كلاب وفي غيرها من المنتديات الطلابية والشبابية أيضا في الجامعة العربية وفي غيرها. هذا العمل التعاوني الإيماني الميداني هو الذي يبارك الله سبحانه وتعالى به. الهدف يا أخوان نحن عم نحكي حركات الهدف ليس الحركة وإنما الهدف هو البركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال
وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من الناس ناسا هم أمة، فرد أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من الناس ناسا من يكونون خيرا من ملء الأرض من أناس آخرين كما في الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ليس واحد خير من ألف مثله إلا الإنسان، وفي حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية خير من ألف. هذا الإنسان الألف الذي نحرص عليه في والخير وخير من ألف أيضا. وأيضا هناك نوع من البشر هم جيش الرجل الواحد، بيكون إنسان واحد ماشي حال يعني قوته بقوة جيش. أبو سليمان فارس بني مخزوم، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، من أصل حوالي 11 أو 13 معركة من معارك الردة كان هو قائد 9 معارك. كان يقاتل في على جبهة فتح العراق في القادسية، ثم قطع مفازة السماوة وقاتل مع جند الشام. هذه البركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يودعها في حياتنا هي المطلوبة، والتي استمدادها الأساسي هو أولاً من الوحي، ثم من أسماء الله الحسنى. علاقتنا بأسماء الله سبحانه وتعالى علاقة تعلق وتخلق، تعلق بهذه المعاني السامية، لأن عم نحكي على التكامل، تكامل أصل كمال. ثم إذا نتخلق بالأخلاق الإلهية بحسب الطاقة البشرية التي أذن الله سبحانه وتعالى بها من الرحمة والقوة والعلم وغير ذلك من الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس هو الكمال فقط، بل هو واهب الكمالات للبشر والتكامل فيما بينهم. والحقيقة من مفاتح أيضا التكامل بين المسلمين ليس فقط يعني تزكية القلوب على أهميتها وغير ذلك. وأنا عندي سبحان الله نوع من الأمر الذي يعني هيك يعني أدندن حوله وأكتب فيه شيئا قليلا، حول تصنيف يعني جديد للأوراد والأذكار. نحن عندنا أوراد أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، يعني أذكار المناسبات الخاصة وغيرها. والحقيقة أنه عدد من يعني الباحثين كتبوا في أوراد لها علاقة يعني مصنفة على أساس الثواب. إيش أنت الأوراد أو الأعمال فضائل الأعمال التي يبني لك الله سبحانه وتعالى بها قصرا في الجنة؟ إيش هي الأعمال التي يغرس الله سبحانه وتعالى لك فيها غرسا في الجنة؟ إيش هي الأوراد التي تزحزح الإنسان على النار عن النار وتعصمه من النار؟ إيش هي الأعمال التي تورث يعني الحياة الطيبة في الدنيا وحسن الخاتمة والنعيم القبر والأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة والثبات عند السؤال أيضا في القبر، وورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام وإثقال الموازين؟ كل هذا حسب إيش؟ حسب المقاصد الأخروية. في نوع من المقاصد الدنيوية، في أوراد يا أخوان سبحان الله كما قلنا ألف بين قلوبهم، أوراد اسمها أوراد الحب، أوراد الحب، وهناك أوراد يعني أوراد الطهر وأوراد الشكر وأوراد الحفظ، في سلسلة من الأوراد سبحان الله. وأنا يعني يحضرني الآن سبحان الله من أوراد الحب، وأصلها محبة الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وأيضا من الأدعية بين المؤمنين، حرص
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. موضوع التكامل بين العاملين للإسلام لرفع راية التوحيد وإقامة دين الله سبحانه وتعالى واستئناف الحياة الإسلامية واستعادة الخلافة والعالمية الإسلامية الثانية ليست مجرد جهود، إنما قبلها نيات وأدعية وتوجهات وإلحاح على الله سبحانه وتعالى بذلك، وإنما تأتي الهمم والجهود والبركات كاستجابات من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور. الأمر الآخر غير هذا الجانب القلبي، في الجانب المعرفي العلمي، لما بدها تتكامل الحركات هذه الإسلامية لازم ندرس إيش هي الأصول التي نص عليها المؤسسون. يعني مثلا ذكر أخي شيخ عبد الكريم التبليغ، مثلا التبليغ عندهم مثلا الأصول الستة أو الكلمات الطيبة الست، صفات الست اللي هي إيش يا شيخ عبد الكريم؟ اليقين بالله، نعم، الصلاة، ذات شو هو الخضوع، والعلم مع الذكر. مش حاصبتك يا شيخ عبد الكريم، كف. يلا طب الشباب بلاش عبد الكريم، اقرأ نعم الخروج، خروج لدعوه الله سبحانه وتعالى. هذه أصول في جماعة التبليغ، والتي هي جماعة مليونية عاملة تنداح في الأمة، في داخل الأمة احتسابا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجاه أمة الدعوة بدعوتها إلى الإسلام ودخولهم إلى الإسلام. وحتى أذكر أن الشيخ سعد الحسين سبحان الله كان يتحدث أن الكثير ممن يعني تابعهم ودخلوا إلى الإسلام في أمريكا تحديدا، ذكر الشيخ سعد أنهم لا سامع محاضرة، ما كانش فيه لسه يوتيوب ولا أي شيء، ولكنه فقط دعاة التقوا في الطريق ودعوه إلى الإسلام. وأنا يحضرني هنا الآن نموذج من البركة سبحان الله، داعية تركي اسمه نعمة الله، هذا يعني فقط عنده بطاقة فقط كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله في 10 لغات، وعنوان يعني أدرس أونلاين، أدرس مركز أو مركز كان دعوة في اليابان، فقط هو يطوف على الناس ولا يعرف لغاتهم، كيف ربنا سبحانه وتعالى بصدق النية ييسر الأسباب، فيبرم فقط ويقرئهم بلغاتهم، لغات العشر الأشهر، ويقول لهم أنا أعطيتك المفتاح على هذا العنوان تتعلم كيف تستعمله، فقط أعطاه المفتاح سبحان الله. والمعرفة أيضا سبحان الله، مثلا يعني أنا كنت أيضا عندي سبحان الله نوع من الكتابة حول أصول التيارات الكبرى في الدعوة. نحن سبحان الله الأصل كانت الجماعة الأولى والجماعة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هكذا في زمن الصديق رضي الله عنه، وفي زمن الفاروق، وفي شطر الأول من خلافة ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني دب إلينا داء الأمم قبلنا من الافتراق، فخرجت الخوارج ويعني تشيعت الشيع، ثم اعتزلت المعتزلة، وهكذا ظهرت الفرق الأولى. ثم داخل الفرق ظهرت مذاهب عقدية أو فقهية كما ذكر أخي الشيخ عبد الكريم، ثم ظهرت أيضا الطرق، ثم في الأزمنة المتأخرة أو الحديثة ظهرت الجمعيات الإسلامية، ثم الجماعات والتيارات الإسلامية، ثم الأحزاب السياسية الإسلامية أيضا ظهرت الآن كما هو الحال في تركيا أو في غير ذلك. وهذه الأمة ولاذة تستجيب، نحن نريد الإسلام كما كان في زمن التنزيل وكما ينبغي أن يكون لعصرنا، أمرين، كما كان وكما ينبغي أن يكون في عصرنا استجابة للتحديات والتكاليف. هذه يعني القراءة الأولية سبحان الله جمعت فيها أصول التبليغ، أصول الدعوة السلفية، وأصول الإخوان المسلمين، وأصول التصوف، وأصول إخواننا في حزب التحرير، وأيضا جماعة العدل والإحسان في المغرب، وجمعية علماء المسلمين في الجزائر. وجدنا أن هذه التيارات المليونية في الأمة، وهذا ما أقوله دائما، الكتل المليونية في الأمة لها أصول
مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني مثلا ذكرنا الأصول الستة لجماعة التبليغ، نذكر أن مثلا واحدة من كبرى يعني حركات الإسلام يعني وتيار إسلامية لحركة الإخوان المسلمين عندهم الأواصر الثلاث والمبادئ والمظاهر الخمسة والأركان العشرة وركن الفهم يعني ينبثق عنه الأصول العشرون والمطالب والمطالب الخمسون، وكلها لشيخ حسن البنا رحمه الله. وأيضا سبحان الله دعوة السلفية شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكر أن هناك خمسة أصول، الأصل الأول هو المنهج العودة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، الأصل الثاني الأمر بالمعروف، الأصل الثالث النهي عن المنكر، الأصل الرابع إحياء الفكر الإسلامي المعاصر السليم، والخامس الذي هو التمكين بمعنى استئناف الحياة الإسلامية. وفي التصوف أيضا هناك مجموعة من الأصول ذكرها الإمام النووي وذكرها الإمام الغزالي أيضا في الإحياء وفي غيره. وأيضا هناك أنا من خلال البحث سبحان الله تفاجأت أن جمعية علماء المسلمين في الجزائر التي جعل الله سبحانه وتعالى على يديها التحرر من الاستعمار الفرنسي البغيض الذي رزح على صدر الجزائر أكثر من 130 عاما، والتي هي أخرجت المجاهدين والشهداء والعلماء الآن أيضا في الجزائر الحبيب، ومنهم الشيخ مباديس والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ طيب العقبي وكثر من أهل العلم، أيضا لها أصول 20 كما أن الشيخ البنا له أصول 20 أيضا ذكرت هذا وفصلت فيه، وأيضا الشيخ عبد السلام ياسين من العدل والإحسان في المغرب وهي أصلها طريقة يعني مشرب صوفي ذو بعد حركي له أيضا يعني الخصال العشر. أيضا معرفة هذه الحركات في أصولها ومعرفة المشترك الذي يعني يبنى عليه بينها ومعرفة لا أقول المختلف فيه الخصائص التي تميز كل منها عن الآخر، نحن نحتاج إلى الأصول ونحتاج إلى التخصصات ونحتاج إلى التواصل بين هذه على طريقة أنه في ناس ذكر أخي الشيخ عبد الكريم في ناس يا أخواننا لازم يكونوا مؤسسين لجماعات ورعاة لهذه الجماعات وهذه التيارات، ما بيسوى يكون بارت تايم يعني مرة هون ومرة هونك، لا هذا هو الاسم إيش الجذور. وفي فئة من المسلمين الله سبحانه وتعالى ميسرهم ليكونوا جسور يوصلوا بين هول شو بين هول الجسور، وفي قسم من المسلمين الله سبحانه وتعالى جعلهم هم المهندسون اللي بيحددوا هالجذور وهذه الجسور كيف تتواصل وكيف تنقل الخير والبركة في الأمة. الحقيقة سبحان الله أنا يمكن ذكرت لشيخنا شيخ خليل سبحان الله يمكن 4 رباعيات صح شيخ؟ صحيح اللي هي التكامل نعم والبناء نعم والابتلاء والابتلاء صحيح والدواء والدواء نعم. اللي بدي أختم فيه سبحان الله أن في التكامل الحديث كان عن الكمال الإلهي وأنا استعجلت سبحان الله والأكملية المحمدية صلى الله عليه وسلم والكمال الإيماني والتكامل الميداني. أما في البناء فعندنا المعرفة كما ذكرت لازم نعرف الحركات على شو قائمة أصولها طيب، والتعارف المباشر الميداني مثل هون مثل ما نحن عنا بهيئة علماء المسلمين أو بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو بروابط الإسلامية اللي يعني إن كانت القطرية أو الإقليمية أو العالمية. بعد المعرفة قلنا التعارف وبعدين المعروف، لازم نلاقي مشترك نتعاون عليه، ورابعا الاعتراف، لازم نعترف بخصوصية وخصائص كل طرف، الخصائص المعرفية والخصوصية التنظيمية الميدانية. أنت أخي وحبيبي ويعني وأتمنى لك الخير، واللي نبه عليه الشيخ ببيت الشعر الرائع ما شاء الله الله سبحانه وتعالى وعظ فيه في القرآن بأنه هذا الوصف هو من صفات المنافقين عياذا بالله. قال تعالى يصف المنافقين، قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها عياذا بالله. المسلم بس لا قدر الله إذا لا أحاله أنه إذا فيه خير لفئة عاملة للإسلام هو
يستاء منه فليراقب قلبه وليحذر من شعب النفاق أيضا بالله، وليستعذ بالله وليستغفر الله فورا وليقلع عن هذا. كما ذكرنا الاعتراف، أنت أخي وحبيبي كل شيء، بتشرف عندي على صدر بيتي، بس كل واحد منه له خصوصياته، عفوا بمطبخه بغرف نومه، ما حدا بيدخل كل الناس على مطبخه ولا على غرف نومه، بس بيفوت على الصالون صدر البيت لإله، أكرمكم الله. أيضا هذا الاختلاف الذي يحدث هو ابتلاء فطري في طبائع الخلق وقدري، قد يعني هو يجري في التاريخ وهو سنة أيضا جارية في الأمم قبلنا، وهو اختلاف يثري، اختلاف يثري ويغري بالمزيد من التعاون بين المؤمنين. وأما الدواء أخيرا، بدنا نعترف يعني ما طرحنا الموضوع، وقال شيخ أخي الشيخ عبد الكريم أنه بدنا نفوت على تشخيص يعني وصف المشكلة مباشرة، والحمد لله أنتم بجيلكم لسه المشكلة خفيفة كتير، بجيلنا نحن كانت أكثر، بجيلنا كانت شديدة أكثر، بس هلا الحمد لله العلم صار أكثر ومعرفة المسلمين بعضهم أكثر، والتحديات أيضا ضاغطة على المسلمين صارت أكبر، فبتقربهم البعض. العلاج لما يكون في خلاف، طيب الأصل أننا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من خلاف، من خلاف يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف كما نقل ابن عبد البر. والخطوة الأولى كف الأذى، إنه ما حدا يحكي على التاني، شو بيسموها، تخفيض التوتر، هدنة، ربط النزاع. طيب مش كل قضية نعملها ثورة، لا، نهدي المحركات شوي لأن التحديات كثير بي. أولا كف الأذى، ثانيا وهو الأكمل التعايش الأخلاقي الكريم، مجرد يعني سلام وكلام وتواصل وغير ذلك، ثالثا التعاون على البر والتقوى، رابعا وأخيرا الوحدة تحت راية الخلافة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا وغفر الله لنا ولكم.